صباح الخير يا سلمى. صباح الخير، كيفك رجاء؟ تمام، انت شلونك؟ غشك البرد برد برد وضباب ضباب ضباب الصباح. خلي يا متمر مر يا صباح الخير لك يا سلمى، وصباح الخير لك الحدا مرافقنا بصباحنا لليوم. يا رب هذا النهار يحمل لكم كل الخير والصحه والرزق الكريمه، هيك نقضي برفد الاشخاص الايجابيين بحياتنا واللي دائما نحن بنبحث عنهم وخصوصا بهدول الظروف. سلمى اكيد رشا، يسعد صباحك وصباح الخير لكل مين عم بيتابعنا. نهار جديد، مواضيع جديده وفقرات متعدده ضمن صباحنا مثل العاده، ولكن لازم نصبح عليكم بغنيه وبعدين نبلش. وأولى فقراتنا سلمى، وقبل ما نروح لبداية فقراتنا وتقاريرنا، خلونا نروح لفقرة هل تعلم، نشوف اليوم شو محضرين لنا من أخبار جديدة. الشائع بأنه الأشخاص يلي بيناموا كتير هن أشخاص كسولين، لكن هل تعلم بأنه النوم لساعات طويلة يعد دليل ومؤشر قوي على أنه الشخص عاطفي وسريع التأثر وذو حس طيب؟ وهل تعلم بأنه مضغ العلكة الخالية من السكر بين الوجبات بتساعد على تخفيف أعراض الحموضة في المعدة؟ وهل تعلم بأنه استبدال السكر بالعسل عن تحلية المشروبات بيساهم بتقوية الجهاز المناعي وبكافح الجراثيم؟ كلنا منقوم بتبليل فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون، لكن هل تعلم بأنه الفرشات الجافة بتساهم بالتخلص من البلاك وبمعدل 67%؟ أخيراً هل تعلم بأنه تناول الشوكولا يومياً بمعدل قطعتين ممكن يمنع فقر الدم وبيحسن المزاج العام؟ أما هلأ رح أروح لتاني محطاتنا، وبالتعاون ما بين منظمة طلائع البعث ومديرية التربية بدرعا وتحت عنوان الأيادي المبدعة ترسم بحروف من نور، أقيمت على مسرح المركز الثقافي فعاليات الملتقى الفني السابع للأطفال اللي تضمن طبعا الملتقى افتتاح معرض من الأشغال اليدوية ومخلفات البيئة من إعداد الأطفال، بالإضافة إلى فئة فقرات تراثية وفنية مختلفة. تفاصيل أكثر خلينا نشوفها بالتقرير. بالتعاون ما بين منظمة طلائع البعث ومديرية التربية بدرعا وتحت عنوان الأيادي المبدعة ترسم بحروف من نور، أقيم على مسرح المركز الثقافي فعاليات الملتقى الفني السابع للأطفال، حيث تضمن الملتقى افتتاح معرض من الأشغال اليدوية ومخلفات البيئة من إعداد الأطفال، بالإضافة لفقرات تراثية فنية أداء عدد من طلاب المدارس. الملتقى يضم عدة فعاليات، اليوم الأول تم عرض أزياء للتراث الحوراني، وبعدها افتتاح المعارض الفنية، وبعدها البدء بفعاليات الملتقى. طبعا تم عرض فقرات فنية، تم عرض محاور الملتقى حول فنون الأطفال، المعارض تتحدث عن الخامات التي يستخدمها الأطفال بوحداتنا الطليعية، الخامات طبعا الأعمال كانت للأطفال المتميزين والموهوبين. اليوم كان لنا مشاركة بفقرتين، إحداهن عرض أزياء حوراني، والأطفال شاركوا لابسين الزي الحوراني طبعا، وبيمثلوا عدة فئات: الشاب، العريس، العروس، الأم الحورانية، الجدة الحورانية، الجد، الأب، كيف كان لبسهن، وكان عملوا عرض أزياء مع بعض يعني هيك حركات فنية. كثير أنا مبسوطة بملتقى الأطفال، ويعني حبيت إني أشارك، وكان اليوم دارنا دار لبس الحوراني، ومثلنا لقطة صغيرة عن تمثيل الحوراني. لابسة أنا لباس حوراني شماخ، كنا مبسوطين ومثلنا عن الحوران. كما تضمن الملتقى محورا أدبيا موسعا يتحدث عن أهمية تنمية مهارات الطفل ومساعدته على إبراز مواهبه من خلال ندوة قدمها عدد من الأساتذة الجامعيين والإعلاميين العاملين ضمن المحافظة. مرح المقداد، الإخبارية السورية، درعا.
سلمى بأولى فقراتنا وضمن فقرتنا الطبية، مساحتنا الطبية اليوم رح نحكي فيها عن تقويم الأسنان. دائما نحن بنطمح للابتسامة الحلوة، اليوم لحتى نحصل على هاي الابتسامة مفروض يكون عندنا أساس حلو. اليوم حنحكي عن التقويم اللي هو أساس علاجي وتجميلي بالإضافة لفوائده التانية. أكيد رشا، وطبعاً تقويم الأسنان بيحتاج للعناية بشكل كامل الفموية، لأنه أصلاً وجود جسم غريب بالفم فيعني هذا الشيء بيزيد يمكن من أحياناً وجود الجراثيم أو بقايا الطعام. لهيك اليوم رح نتعرف أكثر على أنواع التقويم وكيفية العناية فيه وشو الأعمار اللي بنبلش نحط فيه تقويم، مين بيناسبه ومين لا. كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا اليوم بالاستوديو الدكتور محمد ديب، وهو اختصاصي بتقويم الأسنان والفكين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، عم نحكي عن موضوع قلنا بالأساس هو خلينا نقول مفتاح النجاح للابتسام الحلوة وحتى بموضوع المعالجة. إذا هيك حبينا نحكي بمفهوم عام، شو هو العلاج التقويمي؟ لليوم تقويم الأسنان يعني صار شيء كتير ضروري وصار شيء كتير أساسي. يعني اليوم أي حدا بتلاقي عم يراجع العيادات السنية دائما إذا كان عمره بالثلاثين سنة إنه أنا أهلي ما كانوا واعيين وما ساوي لي تقويم أسنان، إمتى عم يستنتج لما عم يفوت بالمعالجات السنية وغيرها كنخور وكترميمات وكمشاكل، عم يحس إنه هو كان لازم يعمل معالجة تقويمية لأنه هي كمان كتير إلى أساس ودور بهي المشاكل. لأنه طبعا الإطباق السليم هو دائما اللي بيوصلنا للستي سليمة. دائما بنشوف أماكن اللي بيكون فيها تراكب أسنان بيكون فيها التهابات لثوية وتراجع بشكل كتير كبير، دائما الأسنان المرصوفة أو المصفوفة بشكل مناسب دائما بتكون التهابات لثوية عند أقل. دائما أحيانا بنشوف ردود إطباقية مثلا ناتجة عن اللثة اللي ردود الأسنان على بعضها بتعمل مشاكل بالثوية كتير، أحيانا بتكون مزعجة للمريض. يعني هي بيتلافاها بالمعالجة التقويمية. طبعا دائما يعني نحن بننصح بشكل دائم إنه الواحد بده يعمل استشارات تقويمية، يعمل استشارة عند دكتور تقويمي. يعني اليوم ما في أغلب الأطباء الأسنان قليل اللي بياخذوا على الاستشارة مردود مادي، فيفضل تكون الاستشارة عند أخصائي تقويم. أنه في حالات نوعية أخصائي التقويم دوب لح يعرف أنه إمتى تتداخل عليها. يعني أحيانا بيجي المريض بعمر 12-13 سنة، والله دكتور أنا شفت دكتور أنه دكتور أسنان وقال لي أنه خلص لعمره 13. هو إجا بعمره 13 صار موضوعه كان بيتعالج بشكل هيكلي بعمر مبكر، وصل عمره صار رح يحتاج جراحة. يعني فهو تأخر بسبب الدكتور نصحه بنصيحة والدكتور ما كان مطلع. يعني لأنه اليوم الأخصائي التقويم حالات هي المعينة دوب ويكون عرفان أنه لازم يتداخل عليها بشكل مباشر. هلا مثل ما بنعرف نحن اليوم الإطباق السليم بيحمي المفصل اليوم بيحمي شو قصدنا بالإطباق؟ هي تطابق الأسنان، تطابق الأسنان تطابق العلوي والسفلي مع بعض، هو دائما اللي بيوصلنا مثل ما بيقولوا للثة السليمة، بيوصلنا للإطباق الوظيفة المضغية الصحيحة. يعني كثير أحيانا بنشوف مشاكل بالوظيفة المضغية ناتجة عن إطباق غير سليم، بيوصلنا لراحة بالمفصل. بس الفكرة اللي نوهت عليها ببداية الشرح هي دائما انه التسوس نحن متهمين كأخصائيين تقويم دائما متهمين فيه، وهو اليوم بدك تعلن براءتك من القصة. هو عكس هيك تماما، على فكرة هو عكس هيك تماما، هو بعيد كل البعد عن الموضوع. لأنه اليوم أي حدا على هي هو التقويم مساعد على تراكم فضلات الطعام وتشكل اللويحة الجرثومية وتراكم فضلات الطعام وتشكل اللويحة الجرثومية. بس هو مثلا المريض اللي بيعتني بتفريش أسنانه بشكل كتير دوري 3-4 مرات وبعد كل وجبة طعام صدقا بتنتهي المعالجة التقويمية دون أي نخور سنية. أما لما بده يكون في فضلات طعام ولوائح جرثومية إجباري حيتشكل نخور سنية. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم، كتير بنسمع أنه تقويم الأسنان هو صار حل تجميلي، مع أنه بنعرف أنه في كتير حالات هو حل علاجي قبل ما يكون حل تجميلي. خلينا نفرق بين الأنواع، ايمت بيكون هو حل تجميلي يعني عم بيعالج شيء بسيط فقط عم يعطي جماليه، وايمت بيكون حل علاجي؟ شو هي الحالات؟ هلا سابقا كان التقويم بشكل اساسي يهدف ليوصل لوظيفه اطباقيه كثير سليمه لوظيفه اطباقيه جيده. اليوم صار جماليا قبل الوظيفه. يعني بتلاقي اليوم كثير ناس كثير بهمها شكل البروفايل وجه، التعديلات اللي بتنتج عنه، شكل الاسنان، شكل قصص. هلا اليوم اذا بدنا نحكي عن التجميل او الهوس اللي عند المجتمع وخاصه الاناث بشكل كتير كبير اليوم انه الهوليود سمايل، انه خلاص انا بدي هوليود سمايل. هلا هي اذا بدنا نصنفها كتير الى مراحل، بس اسوا مرحله بمراحلها هي برد الاسنان او التحضير.
احيانا بيكون في تراكب كثير بسيط بالاسنان، بتلاقي المريض اتجه نحو البرد، وهو البرد يعني مثلا اليوم هو التجميل صاير مثل باكج كامل، يعني انه فيلر، بوتوكس، شد اشفان، هوليود سمايل، بس هدوك شيء وهذا شيء. صحيح. يعني اليوم بدنا نحكي هوليود البوتو الفيلر مثلا بعد 6 شهور بيروح، بعد 4 وممكن شهرين ممكن ما تستفاد الانثى عليه، بس بينما لما نيجي نحكي على الهوليود سمايل الواحد لما عم يبرد السن وعم يضطر يعمل له معالج لبي، اذا بتجتمع كل اطباء الدنيا ما حترجع ترجع له سنه اذا صار في اشكاليه او مشاكل مستقبلا يعني. فاليوم نحن بننصح انه الترتيب تبعه انه خلص يا طبيب ليزري يا طبيب يا فيلا يا شو اسمه فينير متحرك او فينير ثابت بيجي عدسات لاصقه، بس اخر شيء يتجه نحو الموضوع تبع اخر شيء يتجه نحو برد الاسنان ليعمل الهوليود سمايل، لانه هي اسوء خيار علاجي تجميلي يعني. طيب دكتور، كثير بنشوف حالات انه هي حبت اليوم تعمل اسنانها ان كان ابتسامه اللي هي، وصلنا اليوم نشوف انه مو كل حدا بيلبق له نفس الابتسامه، يعني كل حدا له تفاصيل له تقاطيع وجه بيلبق له شيء. بتتفاجئ المريضه بعد ما بيصير موضوع البرد، يعني احنا حكينا نقطه انه هي سلبيه انه صار في بروز بالاسنان، فهي بتتهم الطبيب انه انت ما اشتغلتي صح، بس هي اذا رجعنا طبيا احنا بنقول انه هو كان في بروز قبل ولكن تراكمات الاسنان، انه هي ما راحت تقويم اول شيء، راحت فورا برد. اليوم شو اسلم طريقه احنا لنحصل على النتيجه ولو التقريبيه لشكل الاسنان؟ هلا اليوم اذا نحكي بهي الفكره، اليوم مريضين لا على التعيين راحوا لعند نفس الدكتور، نفس الدكتور اشتغل لهم، نفس مخبر الاسنان عمل لهم ونفس اللون، واحد طلعت ابتسامته كثير حلوه، واحد طلعت ابتسامته كثير بشعه، يعني بيضة بس عن جد ما أنا حلوة أبدا. واحد طلعت ابتسامته، الفرق بيناتهم واحد بالوراثة باهتمام الأهل بالشكل دوري طلعت صفة أسنانه كتير مثالية، الثاني هو اللي بدنا نحكي عنه اللي هو بالأساس صفة أسنانه ما أنا حلوة. هلا هون بهاي الحالات هلا هو العموميات تبع الكتير تبع التقويم خصنص بهذا الموضوع، بس إذا نحكي بشكل مختصر عنه اليوم مثلا عرض القوس السنية، مثلا إذا نحكي العرض تبعه دائما في شيء اسمه مثل نحن بنسميه باكل كاريدور بالتقويم، أو هو دهاليز خدية اللي بتكون على جانبي الابتسامة بتكون كتير سودة، وخاصة ضيق الفك، فهو يبين عنده 6 أسنان الأماميات يعني الضواحك اللي لازم تطلع بالضحكة ما عم تبين عنده، فهذا الشيء بيحذف كتير كمية من جمالية الابتسامة. هلا هاد بالبرد يعني قد ما يعرض المخبر او الدكتور السن لبرا ما حيطلع عريض وما حي ما حيوفي على الشيء المطلوب بعرض القوس. بالتقويم هذا الموضوع كثير بسيط، يعني انه مو لهالدرجه بالبساطه، بس انه يعني سهل تقويميا انه ينشغل قوس الابتسام. اليوم اذا نحكي عن قوس الابتسام اللي هو من المعايير اللي بيستخدموها التجميل والتقويم والكل، اليوم قوس الابتسام هو شيء اساسي لازم نرسمه نحن بالتقويم. اذا هو بالاساس عنده سن طالع وسن نازل حنضطر نبرد، بينما إذا رسمناه بالتقويم لقوس الابتسام، قوس الابتسام هو عبارة عن الحدود القاطعة للأسنان العلوية، بتعمل مع الشفة السفلية مثل قوس، بيعملوا قوسين فوق بعض، فبتطلع الابتسامة عريضة وكتير بتطلع المتناسقة يعني نوعا ما. فاليوم إذا المريض كان واعي صحيح. لهي الأمور كتير بيكون سهل على حاله وعلى الطبيب، بيوصل لعند دكتور التجميل ما بحاجة برد، يعني بحاجة خلص ممكن الميكس تبعه إنه يعملوا فينيرات يعني عدسات لاصقة على الأسنان يعني. صحيح. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم تأثير المعالجات التقويمية مثل ما بنعرف كمان على البروفايل الوش، وخاصة عند الإناث اللي كتير بتتأثر يعني بشكل الفم وبتخاف أحيانا، تقول في ناس بيخافوا من تقويم الأسنان إذا عنده مشكلة بالأنف أو شيء بيقول بيصير الشكل سيء طبعا. فكيف هلا عم بيتم معالجة هذا الموضوع بشكل هلا اليوم تجميلي كمان. اليوم نحن دائما لما بيجي المريض لعنا وهلا دائما الذكور البروفايل الوجه او البروفايل الانفي الشفوي اهتمامهم اقل، الانفي الشفوي الزقن يكون في دقن وشوارب بيكون كثير الموضوع قليل عنده، اذا كان في مشاكل بتطلع الدقن بتغطي شوي، بينما الاناث كثير بتكون واضحه عند صحيح. الموضوع خصوصا منطقه الدقن. تماما، خاصه منطقه الدقن. هلا اليوم المريضة مثلا اجت، اذا اجت بعمر مبكر الفائدة حتكون 100%، اذا اجت بعمر متأخر حيكون في فائدة بس حتكون نسبتها اقل. اليوم مثلا اكثر شيء هي بنحب ننوه عنها انه انا كثير بيجيني مثلا مريضات مثلا بعد المعالجة التقويمية بتتغير شكل الشفة وبتغير شكل الانف طبعا. يعني مثلا اليوم اذا هي بالاساس عندها بروز اسنان وشفايفها كثير طالعين لبرا، اجت عملت تجميل انف قبل ما تساوي التقويم، عمل التجميل انف وصغرت انفه ورجعته لورا شوي بالمعنى هذا، واجت تساوي التقويم بعد انه رجعت الاسنان لورا رد برز الانف،
ردت ترجع فاتت الدوام ترجع تجميل للانف. لا خلص خلص خلينا نعمل تقويم الاسنان بالاول بعدين تجميل الانف، لانه كثير رح يصير في تغيرات، في كثير تشعبات له وتغيرات ثانيه. طيب واذا جينا هيك نحكي شوي عن الاحجام، نشوف في صبايا بتقول لك انا بحب انه من قدام يكونوا اطول من الضواحك، خلينا نحكي عن الصف اللي قدامك. في ناس لك لا بحبهم يكونوا صف واحد، وما بين الشخصين في شيء ما بيناسب، يعني في شيء ما بيناسب حتى جوا الفم، يعني الاسنان صفه الاسنان. هلا دائما لالي هلا شو بتعتمدوا اليوم؟ هلا نحن اليوم المعتمد اكاديميا يعني والمعتمد عندنا بالتقويم انه دائما لازم يكون القواطع في تناسق بيناتها معين، يعني التناسق سواء كان ظاهري ولا التناسق يكون بين الارتفاعات تبعها، يعني عادة السنايا أو التنتين المركزيات اللي بالنص بيكونوا أطول بنتفة صغيرة، أو ممكن إذا المريضة كتير حابة يكونوا بنفس المستوى فينا نساويهم يعني، بس يعني بيكونوا قراب من بعض. بس اليوم بنشوف التجميل بيركض ابتسامي اللي بتكون مثل الارنب او بتكون السنايا كثير طويله فيها. بس هدول الدكتور احيانا يعني في حالات كثير انه كانت طول الاسنان اثر على مخارج الاحرف عندهم، في احرف ضاعت نظامي يعني صار رجعوا للدكتور ليبرد من اول وجديد. فاليوم هون قد الدكتور لازم ينتبه لهي النقطه انه هو قبل ما يروح له شو حاب المريضه، يعرف انه هو اليوم شو حتكون نتيجته، يعني بالنهايه هو المتهم الاخير. هلا يعني اليوم المتهم هو اخصائي التجميل يعني بهذا الموضوع، فنحن بعيدين كل البعد عنه، يعني بالعكس نحن بنحارب برد الاسنان، بالعكس نحن احنا بنهدف للموضوع انه خلص 4 أو 6 شهور تقويم، خذي صفة اسنان مناسبة كتير بمعاييرها الممتازة، وبعدين خلص حطي عدسات لاصقة، ما انك مضطرة تبردي وتعرضي السن وتبرزي وترجعي، خليه بمكانه بس لونه ابيض ثلجي اذا انت هدفك مثلا كمريضة انه يكون ابيض ثلجي. بينما اذا بدنا نحن نجي نحكي بموضوع البرد، فهو موضوع البرد هو شيء خاطئ للاسنان السليمة بشكل كتير كبير، بغض النظر عن اذا بقى المخبر كبرهم ولا صغرهم ولا صار عنده مشاكل، فطبعا اخصائي التجميل هو المتهم اكيد. يعني حضرتك عم تحكي، عم نشوف مع مشاهدينا صور هي طبعا بتوقيع اسمك، فهي شغل، خلينا اذا بنقدر نشوفها هيك بشكل كامل صوره كامله مشان نشرح، لاني منتبه انه اغلب الحالات اللي موجوده هي الاسنان الطبيعيه ما تم تغييرها ولا اضافات، ولكن تغير شكلها كامل. هلا عم بتشوف معنا على الشاشه، يعني مثل ما نحن شايفين هي مجرد يمكن تقويمي، ظبطت تموضع الاسنان، نظفتهم، عملت لهم، هدول كلهم تقويم دكتور؟ هدول كله تقويم، ما في شيء اسمه تجميل. قد ايه بياخذ هذا التقويم وقت؟ هلا حسب الحاله، ممكن ياخذ مثلا هي سنه ونص او السنتين مثلا. أوه. لانه كان عنده مشاكل هيكليه واجت بعمره صغير مثلا. اي دكتور ممكن. نعم. ايه ممكن ممكن يكون ممكن يكون الوقت 4 لـ6 شهور اذا ما قبل المعالجه، حسب الحاله ما قبل المعالجه. يعني اذا هلا اللي عندها تراكب اسنان فوق بعض، شفنا مرق عند الضواحك يمكن او القواطع اكثر من سن، كيف تمت معالجتها؟ هلا هدول كله تمت معالجته وفق كل حاله والى الى السيستم تبعها بالعلاج، يعني كل شيء له خطه معالجته. بس هدول الحالات اللي نحن عم نحكي انه اليوم هن اغلب الحالات اللي عم يساووا تقويم لما عم يطلعوا من عند الاخصائي خاصه حالتهم، هلا نسبه كبيره منهم بيلغوا فكره التجميل، ونسبه قليله منهم بيتجهوا لتبييض ليزري، ونسبه اسا اقل منهم بيتجهوا للي بيكون عندهم هوس الابتسامه البيضاء، بيتجهوا للعدسات او الفينير او المتبع عليه يعني البيضة كتير، و0% منهم بيتجهوا لبرد الأسنان، وخلص أنهم طلعوا من فكرة يعني يوم السن اللي بعد ما بينبرد وبيعملوا المعالجة اللبية ما حيتم أكثر من 10 لـ20 سنة، يعني هلا نحن آخر 10-15 سنة انتشر، هلا عم نشوف نتائجه. يعني ما في أسبوعين ما بيمر مريض عنده مشاكل تجميلية وما له سنتين ثلاثة مركب يعني. دكتور ذكرت اللاصق، خلينا هيك نوضح أكثر، اليوم هل هنن آمنين يعني على الأسنان؟ شلون اللواصق؟ العدسات هلا العدسات يعني هي العدسات اللي الخيار اللي بيستهلك برد خفيف للسن، يعني برد كتير كتير نسبته قليله، افضل بكتير من انه يتم تحضير السن بشكل كامل، يعني برد هيك فينا نحكي نص ميلي من المينا الخارجي ما بيتجاوز هذا الموضوع، وخاصه اذا كانت صفه الاسنان كتير تمام فالامور كتير بتكون محدوده، وخاصه اللي عندهم انه خلص طموح انه بده يجي فوق الاسنان الطبيعيه. اي طبعا كان هو بيركب يعني هو بيجي الفينير بيجي كتير رقيق يعني سماكته كتير رقيقه،
وبينلصق فوق السطح الدهليزي او السطح الخارجي للسن، ملصق انه فوق السطح الخارجي للسن بشكل يعني بيكون حسب صفه الاسنان بيكون هو متوفر، بينما لما بيكون في تراكم اجباري الموضوع بده برد. طيب دكتور، احيانا في اشخاص يعني بيروحوا يعملوا هذا النوع من المعالجات التجميليه بعمر متاخر، وبعض منهم بيكون عندهم امراض معينه، فبيكون في دراسه حاله طبعا لهذا الشيء. يعني في ناس مثلا ما بينفع نبرد لا او نغير لا، في ناس بينفع، حتى بالنسبه لزراعه الاسنان في ناس بينفع. تمام. هلا دائما وابدا احنا لما عم نحكي عن برد الاسنان السليمه، لما بدنا نفوت بموضوع ناس عندها معالجات طبيه وناس عندها كسور وناس عندها مشاكل اساسيه، لا، هذا الموضوع اطار اخر يعني اجباري. هون بدها اعاده بناء، اعاده معالجه، بدها برد، بدها تحضير. هذول مسمح له، هذول هي هو البرد لهذول الناس يعني يعني تحضير، لان احنا بنسميه تحضير الاسنان، بس هو بالعامي مريض بيعرفه برد. البرد لهدول الناس، مو للي سنه سليم وما في شيء ومتراكب مع سن جنبه وبده معالجة تقويمية وبتكون أمور كتير ممتازة. ما هو المشكلة حكيم، أحياناً كتير بيقول لك أنا ما عندي هذا الوقت سنة أو ست شهور لأقعد ركب تقويم، وأنا اليوم بحاجة إنه يكون عندي ابتسامة حلوة. فاليوم إذا بدنا نحكي عن الأعمار، اليوم بأي عمر لازم مفروض الأهل ينتبهوا على هاي القصة؟ وكتير أنا بعرف حالات إنه الدكتور بيقول لها على مهل هدول الأسنان لبنية، هل المعلومة هي صح؟ انه حيوقعوا ويطلع بدالهم؟ هاي اللي حكيناها نحن بالبدايه، انه لا، خلونا دائما نخلي الاستشاره عند اخصائي التقويم، لانه هو ودوب حيشخص الحاله بشكل مناسب يعني، ويعرف العمر المبكر. هلا بس مشان موضوع انه المعالجه التقويميه بتكون باي عمر يعني، ما يعني المعالجه التقويميه صح بتكون تاثيرها كثير كبير بعمر الصغير، بتكون افضل نتيجه، افضل نتائج يعني. افضل، بس هي لمختلف الأعمار. واللي بيحكي أنه مثلا أنا مثلا ماني فاضي أنه أعمل 4 شهور أو 6 شهور، حيلاقي النتيجة بعد التجميل إذا اضطر يحضر الأسنان، وهذا بعد 10 سنين حيتعذب عذاب كثير طويل ما بين معالجات ومشاكل. هون لا خلاص، هون بده يفوت بإعادات معالجة، بده يبدلهم كل فترة، بعدين إذا صار في اهتراء بالأسنان أو طلعت، بعدين بده يضطر أنه يعمل زرع، بعدين بده يفوت بكثير مشاكل هو كان في اختصره. كان في اختصره بعمر طفولي. بس سلمى، قد ايه كنا نسمع انه الاهالي ما كانوا ينتبهوا لهي القصه من زمان، انه انا ابني بحاجه لتقويم، او صح، او الستي بتقول يلا خلص بكره بيقعوا بيطلعوا بصف ثاني حلو احلى من اللي راح يعني. صح، تماما صحيح. يمكن اغلب المشاكل اللي بتروح هي بتكون مشاكل صارخه او مشاكل واضحه جدا، فبيروحوا اللي بيكون عنده طول بالفكين او غيره، فبنلاقيهم من الصغر بيلجأوا للتقويم والجراحه احيانا. اما الناس اللي عندها سن او سنين او ثلاثه فما بيروحوا عند، لا ما بيروحوا، مع انه نتائج اللي عندهم سن او سنين او ثلاثه هي اكثر جماليه بكثير من اللي بيكون عنده مشكله هيكليه، لانه هون اجباري بدها تكون المعالجه حديه يعني، حديه نوعا ما، او بده يتجه للجراحه. فلا يفضل. بالختام بدنا نشكرك دكتور على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، ان شاء الله يكون الكل استفاد منها اليوم. شكرا حكيم لوجودك، وان شاء الله هيك بصحه وسلامه، نورت صباحنا. تسلمي، شكرا. يا هلا، اهلا وسهلا بحضرتك. اما هلا لوين؟ اما هلا على المجاز. اما هلا قبل ما نروح لمساحتنا الثانيه بفقرات صباحنا غير لليوم، خلونا نروح لغرفه الاخبار لموجز لاهم الاخبار لليوم مع زميلتنا بشرى. صباح الخير يا بشرى. صباح الخير للشا وسلمى. موجز لأهم الأنباء مع الفاصل. السلام عليكم. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار العام الماضي. وكالة وفاء الفلسطينية ذكرت أن نبيل شلح من حي الشجاعية شرق غزة استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإقامة دولة مستقلة على أساس حل الدولتين. الرئيس الصيني أضاف خلال القمة العربية الصينية الأولى المنعقدة في الرياض أنه لا يمكن استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ولا المساومة على الحقوق المشروعة، مشيرا إلى تزايد دعوات الدول العربية من أجل تحقيق السلام والعدالة في العالم.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رد فعل روسيا سيكون قاسيا على أي اعتداء، مشددا على أن مئات الصواريخ الروسية الجوية ستمحي العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء. قال بوتين في مؤتمر صحفي عقد على هامش ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: لا يوجد في استراتيجيتنا ضربة استباقية كما في الولايات المتحدة الأمريكية، في استراتيجيتنا يوجد فقط ضربة دفاعية ردا على أي ضربة هجومية. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه ستتم ملاحقة مثيري الشغب والمتسببين في استشهاد قوات الأمن ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وخلال حفل تكريم لعوائل الشهداء قال رئيسي: العدو استهدف حياة الشعب الإيراني في الأحداث الأخيرة بأفعاله الداعشية، وأظهر أقصى درجات العناد والكراهية والحقد تجاه قيم الثورة الإسلامية. ختام موجز، عودة إلى رشا وسلمى لمتابعة صباحنا غير. شكرا يا بشرى، وبيت نهار حلو لإلك كمان. نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا غير اليوم، ونحن هلا صرنا برد خلاص، يعني لازم نعرف اليوم شو خبانا طقس اليوم. صحيح، عم يقولوا في منخفض، هلا يا رب يكون اشاعات. نحن بلشنا اليوم يعني كل اللي فاق بكير وشاف الاجواء، كان في طبعا ضباب بمدينه دمشق، ما بنعرف باقي المدن كيف كانت حاله الطقس. هلا رح نتعرف اكثر على حاله الطقس بشكل اوسع مع درجات الحراره بسوريا والمحافظات جميعا، مع المتنبئ الجوي حسان الجردي اللي صار معنا جاهز عبر الاتصال الهاتفي. صباح الخير استاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يسعد اوقاتك، بس نسمع صوتك بالاستوديو. خلي لي اياك يا ربي. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ. صباح الخير استاذ، صباحك هلا. اهلا وسهلا فيك، شو اخبار الطقس اذا فيك تخبرنا اليوم حالة الطقس بشكل عام؟ هلا بالنسبة للاحوال الجوية مثل ما ملاحظين نحن، يعني بتكون في فروقات منيحة، واهم شيء بالحرارات ما بين الليل والنهار. نحن بحالة استقرار جوي مستمرة معنا هذه الحالة تقريبا حتى منتصف هيدا الاسبوع، ونتيجة تأثرنا بمرتفع جوي الأجواء عم تكون بشكل عام بين الصحو والغائمة جزئيا بكافة المناطق والمدن السورية على امتداد الجغرافيا السورية. خلال ساعات الليل هو اللي عم يكون الفرق الواضح جدا، وخاصة بالنسبة لدرجات الحرارة عم تكون الأجواء باردة بكافة المناطق. حرارات النهار عم تكون حول معدلاتها او اعلى بقليل باغلب المناطق. بالنسبه للتغيرات رح تكون بالحاله الجويه، هي تحديدا بدءا من نهار الثلاثاء نحن على موعد مع منخفض جوي. هيدا المنخفض ببلش من الساحل والشمال الغربي، الاجواء بتكون بين الصحو الغائمه جزئيا تتحول الى غائمه بدءا من الساحل والشمال الغربي، ليكون في عنا فرصه ان شاء الله هذه المناطق. الهطولات بتكون غزيره ومصحوبه بالرعد وحبات البرد ببعض الاحيان، تمتد الهطولات خلال ساعات الليل والمساء الى اغلب المناطق، بيستمر معنا تاثيره حتى يوم الخميس باذن الله تعالى. الخميس بعد الظهر بتضعف الفاعليه الجويه باغلب المناطق، وبيكون في ارتفاع بدرجات الحراره خلال فتره تاثرنا بالمنخفض. رح تكون الحرارات ادنى من معدلاتها باغلب المناطق لانه في انخفاض على درجات الحراره، ورح تكون الاجواء البارده خلال ساعات الليل والنهار. يعني اكثر شيء نحن بنحذر فيه هو من الفروقات ما بين الليل والنهار بالحرارات خلال هدول اليومين، بنحذر من الضباب اللي عم يتشكل خلال ساعات الصباح الباكر، وخصوصا الناس اللي بدهم يسافروا يطلعوا بكير، الضباب اللي بيأثر سلبا على مدى الرؤية الأفقية واللي بيؤدي إلى انخفاض بمدى الرؤية الأفقية. الناس اللي بدها تسافر بنتمنى انه اللي بده يطلع بالليل بيكون مضطر انه يتفقد الأنوار الكاشفة للضباب، واخذ أساليب الحيطة والحذر للفروقات الحرارية اللي عم تكون خلال الليل والنهار بكافة المناطق والمدن السورية وتحديدا بالمرتفعات الجبلية. تحذيرات كثير مهمه اليوم استاذ حسان عم نسمعها منك. اليوم مين اكثر المناطق اللي رح تتاثر ان كان بدرجات الحراره او بنسبه الامطار؟ هلا اليوم بالنسبه لهطولات مطريه ما في احتمال هطول مطري كثير ضعيف،
بأغلب المناطق، ولكن الانخفاض الواضح بدرجات الحرارة هو رح يكون تقريبا بالمرتفعات الجبلية، هو أكثر شيء رح يكون انخفاضه، خاصة خلال ساعات الليل بتبلش الفروقات بتكون واضحة. أما بباقي المناطق خلال ساعات النهار عم تكون الحرارات حول المعدل أو أعلى بقليل طبعا لمثل هاي الفترة من السنة بكافة المناطق والمدن السورية. بيفضل معنا فقط موضوع الصقيع. موضوع الصقيع ببلش تأثيره بالمرتفعات الجبلية تحديدا، وخاصة خلال ساعات منتصف الليل حتى ساعات التبريد الأعظمي اللي هي خلال ساعات الصباح الباكر. والضباب عم يبلش من خلال ساعات الليل للصباح، يعني أكثر شيء نحن مركز على الضباب منطقة القلمون، العاصمة، دمشق، طريق عام، دمشق، حمص، المنطقة الوسطى بالبادية، بالمنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، هدول المناطق وخصوصا المناطق اللي نعم. أستاذ حسان يبدو الاتصال انقطع. على كل الأحوال بدنا نتشكر أستاذ حسان اللي عطانا طبعا موجز عن حالة الطقس في سوريا خلال هاي الأيام القادمة. بنتمنى أكيد الصحة والسلامة والخير يعم بلدنا، وكون الهطولات المطرية كافية أيضا مشان مواسم الزراعة. أكيد سلمى إن شاء الله، وناخذ دائما بالتحذيرات مثل ما سمعنا ذكر أنه يوم الخميس شوية حذر حيكون أكثر. الصحة والسلامة للجميع، ونحن مكملين بفقرات صباحنا غير اليوم. وصلنا لفقرة تربوية حنحكي ضمنها عن منهاج المونتسوري، هذا المنهاج اللي صرنا نسمعه كثير بالروضات بالمدارس حتى بتعليم ذوي الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، دخل ضمن مقرر التعليم، شو هي فوائده وشو هو هذا المنهاج؟ اكيد اليوم حنتعرف عليه ضمن فقرتنا. اكيد رشا، خلينا نرحب سوا مشاهدينا بضيفتنا بالاستوديو الاختصاصيه التربويه ريما جحجاح اللي رح تعطينا معلومات اكثر عن الفئات العمريه وكيفيه تطبيق هذا النظام التربوي ان كان بالمدارس او حتى يمكن بالبيوت مع الاهل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. كيفك على هالبردات؟ اوه برد كثير. ان شاء الله هيك يعمل خير على البلد. امين يا رب. امين يا رب. عم نحكي اليوم عن خلينا نقول شيء جديد ولكن كان ايجابي جدا يعني، واثبت فعاليته بكل المراحل العمريه، خلينا نتعرف عليه بشكل اوسع. المونتسوري هو اسلوب حياه في كل منزل لازم يكون موجود. اول شغله بدنا نحكيها شو يعني مونتسوري؟ ليش هالكلمه بتتداول كثير؟ مونتسوري هي النسبة اللي انشئته واسسيته بداية هي الدكتورة ماريا مونتسوري. ماريا مونتسوري كانت متأثرة بعلماء وفلاسفة مختصين بذوي الاحتياجات الخاصة مثل ايتارت وسيغون، وتأثرت كمان بنهج طريقة التعامل مع الطفل. الأطفال اللي كانت تتعامل معهم هي أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هون أول شيء كان فكرة، فهي عندها مقولة شهيرة كان دائما تقولها، أعجب من الناس اللي رح نحكيها بشكل هيك مبسط، إنه أعجب من الناس اللي بيلاقوا التحسن الشديد بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأستغرب وأشعر بالدهشة خاصة بالأطفال الأسوياء إنه ما عندهم إنجاز. فنحن أنجزنا مع ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا المنهاج، فما بال إذا نحن استخدمناه مع أطفال الأسوياء. تماما. طيب أستاذة خلينا نحكي أكثر اليوم على شو بيعتمد طبعا نظام المونتسوري، والخليني اقول الاركان الاساسيه بهذا النظام. احنا عندنا 5 اركان بالمونتسوري، لكن بدايه نحن بنعتمد على كلمه دائما بنقولها هي حريه الطفل. على المونتسوري في انضباط ذاتي، يعني يصحح الخطا لوحده الطفل، ما انه بحاجه لمعلم يكون قريب له، لكن هو بحاجه لمعلم يكون ملاحظ للطريقه اللي عم يتعلم فيها الطفل. ممكن حدا يجي يقول لي انه هلا انت عم تقولي حريه اذا احنا عندنا فوضى، لا، الطفل المونتسوري طفل منضبط ومنظم، في قواعد بيمشي عليها لكن ضمن اطر. نحن بدايه اول ما بنعلم طفل مونتسوري نحن بنحط له اطار وبنحدد له اياه، مثل التربايه القديمه اذا بنرجع لها بنقول انه ايام تيتي اللي لما كانت انه هي الزاويه لك انت العافيه ما بتحيد عنها، العابك محطوطه هون لا تكركب باقي الغرفه باقي المكان. نحن هون بالمونتسوري اول ما بنعلم الطفل حريته لكن ضمن حدود، فنحن بنقطر له اي نشاط بيستخدمه بنقطر له اياه، اي وسيله بيستخدمها بنكون معلمينه انه هي بدها ترجع لمكانها. مثل هلا الام لما بيكون الطفل عم بيلعب المكعبات بتقول له بس تخلص ضبها ورجع لمكانها. ما بضبها هلا العادي والتكرار. العادي والتكرار. هلا نحن في عنا موضوع السلوك،
اللي نحن بنستخدمه حتى بالمونتسوري، بنعلم الطفل ضبط السلوك، نهيئه لدخول غرفة المونتسوري. أركان المونتسوري هي 5، عندنا ركن الحياة العملية، وهذا الركن موجود في كل منزل، في كل بيت اللي هو المطبخ، هو تماما كتير مبسطة تماما. نحن عم نحكي هلا المونتسوري بحر كبير، إذا بدنا نحكي فيه بدنا وقت كتير طويل، وخاصة إنه نحن مندرب، يعني أنا من الناس اللي بتدرب مدربين ومنعطي شهادات ومنهيئهم للتعليم بالروضات وأماكن أخرى تماما. الركن الأول هو ركن الحياة العملية اللي موجود بكل بيت، ممكن تقولي لي وين؟ قلك المطبخ. نحن بنستخدم كل أدوات وسائل المطبخ، ولا ممكن تجينا أم تقلنا أنا ابني بينكتل الدنيا، بيطلع لي الجاطات، بيشيلها، بيحط المعالق، بينكتها، هي طريقة تعامل. ما في خطورة؟ حرق. لا، لما بكون أنا مدرب الطفل بطريقة صح، نحن بنعلم الطفل أول السلوكيات الصح، دقة الباب، بنعلمه طريقة صح لحتى يمسك الكرسي بطريقة آمنة، بحيث إذا صار ووقع ما يتأذى. حتى طريقة مسك السكين، في طريقة نحن بنعلم الطفل انه بيحط المقبض عليها بيمسكها وبيضل الطرف الحاد للأسفل، بحيث اي موضوع اضطر اي شيء صار نحن بنعلمه الطوارئ. الطفل بنعلمه طريقة الجلي، بنعلمه مسح الغبرة، بنعلمه الحياة العملية، يعني انت تهيئي طفلك انه هو يدخل للحياة، تتركيه لحاله، لا تتركيه لحاله. انا بنوصل ايام وانا اسفة يعني انه طلاب جامعة ما بيقدروا يكونوا مسؤولين عن نفسهم، لا بأكل ولا بيشرب ولا حتى أشياءهم الخاصة، فنحن بنعلم الطفل بالحياة العملية العناية الذاتية، بنعلمه الاعتناء بذاته، بنعلمه قص الأظافر، تمشيط شعره، طريقة لبس الجاكيت. منعاني كتير من الأمهات أنه هلأ أنا ابني عم لبسه الجاكيت وارفع له السحاب، بنعلمه كيف نزرزر، كيف بنفس الوقت نحن عم نشتغل على العضلات الدقيقة بأصابع اليد، التهيئة الأولى للكتابة. فشوفي نحن هلأ لأي ركن ما ننتقل من الحياة العملية، ضبطنا سلوك الطفل، علمنا العناية الذاتية، وعندنا العناية البيئية أيضا أنه بيهتم بالبيئة الخارجية، وبنفس الوقت علمنا كيف يعتمد على ذاته. إذا نرجينا بالمونتسوري هي حرية، وهي ضبط الذات والاعتناء بكل شيء خاص فيه، والتهيئة للكتابة وزيادة الحصيلة اللغوية، إغناء الحصيلة اللغوية بكلمات ومفردات. ممكن تجيني أم أنا ابني بعمر سنتين، ابني ما بيحكي، أنت ما بتحكي معه، بنفس الوقت الأدوات المستخدمة أنت ما بتعطيه مسمياتها الحقيقية. إحنا مثل هلأ رسوم الكرتون، والأطفال بيحطوا القلم، بيحطوا له عيون، بيحطوا له ضحكة، هذا خطأ. احنا لازم نعلم الطفل بداية تعلم الكلام المسميات الحقيقية لكل شيء. هذا كأس، يعني لازم انا اشر بايدي على الكأس لحتى يصير عنده تواصل بصري وسمعي، بنفس الوقت انا كان عندي الكلام، فهو الطفل بهي الطريقة حس انها هي مهمة. الدماغ لما انا بعطيه هي الكلمات فهو بتنتقل على السيارة العصبية، الكلمة بتروح على الذاكرة المؤقتة، كررت له اياها اكثر من مرة، هذا كأس ودليته عليها، حسة مهمة بعتها للذاكرة الدائمة، فصار عنده زيادة بالحصيلة اللغوية عنده. هون منقلها للأم، الطفل ما عنده مشكلة، بالعكس أنا عنده كلام كتير. ننتقل للركن الثاني بعد ما كنا بركن الحياة العملية، إحنا الركن الحسيات، حسيات اللي تعتمد على الحواس الخمس، نعتمد على التآزر الحسي، الحركي، البصري، السمعي، التذوق والشم. هون بنعمل اختبارات للطفل. لاحظي أول ما بيخلق الطفل أي أم أو بتيجي التاتي رأسا بتعمل له هيك حتى نشوف انه احنا السمع، لاحظي بيلتهب ابنك، بيلتهب اذنه، بتيجي الدكتور بتروحي لعنده بيعمل هيك ليشوف في عنا مشاكل سمعيه. في عنا كثير اختبارات بالنسبه للسمع، للشم، عفوا للسمع، للشم، للتذوق، بانه نحن نذوق اطعمه. طبعا هذا التدريب يتم من بدايه اللقاح من صفر الى سن الولاده، وبعدين بنشتغل فيه من سن الولاده الى عمر 6 سنوات، بنشتغل على عمليات الحواس الخمسه. ننتقل من ركن الحسيات، طبعا الوسائل انا بحكيهم بسرعه، الوسائل المستخدمه كل شيء موجود بمحيط المنزل، ممكن نستخدم القطن، ممكن نستخدم الناعم، الخشن، نستخدم حتى باسطوانات السمع لحتى يميز الصوت الناعم من الخفيف من الثقيل، ممكن نستخدم الاوزان، نستخدم الحراره، نحط ايده بمي باردي او نحط ايده بمي سخنه ليكون تمييز. لاحظي كل هالمفردات هي نحن عملنا اغناء للحصيله اللغويه عند الطفل وهو ببدايه اعوامه، ما فينا نقول اكثر من سنتين، لان نحن عم نبلش ندربه ونعلمه. طبعا ننتقل بالمونتسوري من السهل
الى الصعب. انتقلنا من ركن الحسيات بنروح لركن اللغه العربيه. طبعا نحن بالركنين اللي قبل كنا اخذنا عملنا اغناء للحصيله اللغويه واستخدم وسائل كثير وصار عنده تراكيب ونقدر نشكل جمله بعمر 3 سنوات. الحصيله اللغويه للطفل بعمر 3 سنوات لازم تكون 3000 كلمه، فمنين بيتم اغنائه بهذا؟ من خلال التدريب ومن خلال الاركان اللي احنا استخدمناها. الركن فيما بعد طبعا احنا بنستخدم بركن اللغه العربيه الاحرف الرمليه وصينيه الرمل، هي بتكون وين؟ موجوده بالحياه العمليه وبركن الحسيات لما تعلمنا هي الخواص. انتقلنا لركن الرياضيات بنفس الطريقه، تعلمنا الارقام، تعلمنا الرموز، تعلمنا العد من طريق المعالق، الشوك، الصحون، وضع من الاكبر، الارتفاع، من الارتفاع الطويل القصير، الوضع الاكبر الاصغر، كلها هي مفردات تعلمها بالحياه العمليه. انتقلنا الى ركن الرياضيات صار الموضوع متوسع اكثر. فيما بعد بضل الركن الخامس هو انتقالنا للركن الثقافي اللي هو بيتضمن التاريخ، الجغرافيا، العلوم، كل هاي الاشياء اللي بيدرسها الطفل بنعلمه اياها، البحيره، المحيط، الماء اليابسي، هي كلها تفاصيل بنعلمه اياها. بالنسبه للاركان هي كلها اركان بيجي، يعني ركن السلام، ركن اضافي، طريقه الاتيكيت وتعليم الطفل طريقه التعامل بالحياه العمليه. هدول اللي ذكرتيهم كلهم اليوم بحاجه لشو؟ بحاجه لكوتش يكون تماماً متمكن ومتأهل بشكل كتير جيد. من أول شيء بنتمنى لك التوفيق لك ولكل الأشخاص ضمن هذا المنهاج، وضل تأثيره بنفس الجودة وخاصة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. عم تبذلوا جهد كتير جبار، يعطيكم ألف عافية وشكرا اليوم لحضورك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، شكرا كتير لكم. طبعا المونتسوري بده وقت كتير طويل بس نحن حكينا بشكل مختصر. رؤوس الأحلام مثل ما بيقولوا. صحيح. يسعد صباحكم، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. أما هلا رشا رح ننتقل سوا لحمص وتحديدا لكنيسة البشارة حيث تم تحضيرات لعيد الميلاد وإضاءة الشجرة. خلينا نشوف التفاصيل بالتقرير التالي. بحضور رسمي وشعبي حاشد واحتفالا بعياد الميلاد المجيدة، انطلقت أنشطة احتفالية ليالي مباركة والتي تقيمها كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس بحي المحطة في مدينة حمص. الاحتفالية تضمنت إنارة شجرة الميلاد وعرض للكشافة وحفل لفرقة موزايك. متأملين كثير كثير بهالمناسبة المباركة هاي، نطلع من الأجواء اللي هي يمكن شوي صعبة وفيها يمكن غصة عند الناس. هاي الغصة لما بنكسر هالشغلة هاي بنكون عم نخلق عند الناس أمل للمستقبل. هذا الأمل هو هلا بهالأيام المباركة بنقول إن شاء الله بيعم علينا جميعا، بيكون عنا فرح وسلام. كل عام وانتم بخير لسوريا ولكل حمص، وإن شاء الله من هون لأيام أحسن، كل سنة مع سنة يا رب. أنا جاي من ألمانيا جديد أنا وعائلتي، بقول إنه إن شاء الله كل شيء يكون أحسن. نتمنى إنه نرجع نجيب الميلاد القادمة وميري كريسمس. ينعاد عليكم ألف خير يا رب، وإن شاء الله يكون ميلاد مجيد لكل سوريا، وينعاد على السيد الرئيس بشار الأسد بكل خير، وإن شاء الله يكون ولادي للشعب السوري يا رب. ينعاد عليكم جميعا وعلى سوريا، إن شاء الله الأعياد المجيدة دائما يا رب، والعام وأنتم بألف خير. ينعاد على الجميع بألف خير يا رب. ينعاد على سوريا بألف خير، وعيد ميلاد مجيد على الجميع يا رب، إن شاء الله بتنعاد على الكل بألف خير. كل عام وأنتم بخير لسوريا، والله يحفظ علينا سوريا بلد الأمان والسلام. حي الميلاد هو ولادي جديدة، وإن شاء الله سوريا تولد من جديد، ودائما أكيد سوريا رح تكون هي مولود جديد بحياة جديدة بأمل جديد بفرح جديد، رغم الصعوبات رغم الحصار رغم الضغط نحن عايشين. الاحتفالية الميلادية تستمر طوال الشهر الحالي وتتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة من معارض ميلادية وحفلات للأطفال تهدف إلى إدخال الفرح إلى قلوب الناس في عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. أما هلا مشاهدينا وضمن المساحة الجديدة ضمن صباحنا غير لليوم، حنروح لإنجاز سوري جديد ورسالة جديدة من سوريا للعالم، ولكن هالمرة من المسابقة الإقليمية للمحاكمات السورية للقانون الدولي الإنساني. هي طبعا هي المسابقة بتنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجامعات العربية للدارسين في كليات الحقوق وتقام كل سنتين. طبعا سوريا كان لها مسابقة اشتراك قبل هاي المرة وفازت بالمرتبة الأولى. أكيد
أكيد رشا، وعم نحكي اليوم أقيمت الدورة الثالثة بتاريخ 28 و29 11 2022 بسلطنة عمان، وشارك فيها 10 دول عربية تنافست من بينها على إجراء محاكمات صورية أمام المحكمة الجنائية الدولية. واليوم ضيوفنا رح يكونوا معنا بالاستوديو من الفريق السوري المشارك الفائز. خلونا نتعرف بضيوفنا الأستاذة هدى حسن وآرام شربجي، طلاب ماجستير ومدرب الفريق، الأستاذ ياسر كلزي وهو الدكتور ومدير البرنامج بالجامعة الافتراضية السورية وماجستير بالقانون الدولي الإنساني. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم ومبروك. صباح النور، صباحكم، صباح النور، مبروك لكم ولنا يعني بداية هذا الإنجاز علينا على الجميع طبعا. يعني أستاذ خلينا نبلش من عند حضرتك، كونك الكوتش والمدرب للطلاب، خلينا نحكي عن المسابقة وكيف تم الاشتراك فيها. المسابقة الإقليمية للمحاكمات السورية هي محاكاة للترافع والدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية. طبعا هي تنظم كما قلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار الدول العربية أو جامعات الدول العربية للدارسين في القانون سواء كانوا إجازة أو ماجستير. بدأت المسابقة بال 2017، كان أول دورة، وكان بأول دورة طبعا أيضا توج الفريق السوري الأول آنذاك على الدول العربية المشاركة. الدورة الثانية ظروف كورونا ما شاركنا نحن في الدورة الثانية. الآن في الدورة الثالثة تمت المشاركة باختيار فريق من الجامعة الافتراضية السورية. عادة أسلوب المسابقة هو بيتم مسابقات محلية وطنية، بيتم اختيار الفريق الأفضل للمشاركة ضمن الدول. نحن لضيق الوقت تم إعلامنا يعني متأخرا بالمسابقة، فباعتبار لدينا ماجستير متخصص في القانون الدولي الإنساني في الجامعة الافتراضية السورية، ارتأت وزارة التعليم العالي أن يكون الفريق المشارك من قبل الجامعة الافتراضية السورية، وبناء على معايير محددة تم انتقاء الفريق، يعني الفريق الطلاب المتميزين بالدرجة الأولى. نعم. إضافة إلى الحضور والشخصية أجرينا عدد من المقابلات، تم انتقاء ثلاثة من الطلاب الدارسين اللي بيناتنا اثنين هدى وآرام، ومعنا أحمد مرتضى لم يتمكن من الحضور، بنوجه له تحية لأحمد، أيضا كان من المتميزين في الفريق. بناء على بعض الاختيار بدأنا بعمليات التحضير والتدريب للمحاكاة، لأنه هي مو فقط البحث عن المعلومة وإنما أيضا الشخصية والترافع وطريقة الحضور أمام المحكمة والربط بالوقائع القانونية مع القوانين أو الاتفاقيات، خصوصا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهيك بدأنا الرحلة وانطلقنا إلى سلطنة عمان للبدء بأعمال المسابقة. أكيد بدنا نرحب مرة تانية طبعا أرام وهدى، خلينا نبلش نتعرف أكثر عن مشاركتكم. مثل ما حكى الدكتور هي مانا المشاركة الأولى لسوريا، بس يمكن المشاركة لكم عبر الجامعة الافتراضية السورية، خلينا نحكي أكثر عن المشاركة كيف كانت. هلا نحن بعد ما أعلمونا وتم الانتقاء بلشنا تحضير وتدريبات، استضافنا الدكتور ياسر بمكتبه، زودونا بكل المراجع والكتب اللازمة لحتى نكون نحن يعني على أعلى مستوى من التحضير. إذا مع الدكتور ياسر فالأمور تمام. حابة أتشكر كمان الدكتورة أمل يازجي والدكتورة رنا، زودونا كمان بالمراجع. أشكرهم بالأخير لأنه هن الداعمين الأساسيين. نحكي هلا بس ما تنسوا ولا اسم. لا لا صح طبعا. تفضل أرام. بعد ما سافرنا على سلطنة عمان، بعد فترة التحضير اللي كانت عم تفضلت فيها الهدى، كنا نوعا ما جاهزين خليني أقول، بس كان لهلأ في شوية ضبابية. فوقت وصلنا على السلطنة حطنا الدكتور ياسر خليني أقول لك بمعسكر تدريبي. نعم، معسكر تدريبي مستمر لحتى نقدر نكون واثقين تماما بالمثول أمام المحكمة، لأن هو ما له خليني أقول شيء سهل. ولكن نحن كوننا الماجستير التخصصي الوحيد بالوطن العربي، كوننا متخصصين، كوننا يعني الحمد لله متحضرين بشكل جيد جدا،
قدرنا انه نعطي منافسة قوية خليني اقول، ونحن اساسا فايتين ابطال سابقين كسوريا، فكان هذا الموضوع جدا ايجابي بالنسبه لنا. بيطوا اكيد يعني. خلينا قبل ما ننتقل للاستاذ بس هيك بسؤال ثاني، كيف كانت اجواء المسابقه لكم؟ هل كان في خوف؟ هل كان في شويه انه في منافسه؟ وعلى شو حصلتوا بالضبط؟ هلا حصلنا على المركز الثالث نحن بعد خساره، يعني ما بدي اقول خساره، نحن خرجنا بنصف النهائي ضد الفريق المصري. للامانه كنا أو شعرت أنا أنه نحن الأفضل فنياً وعلمياً وقانونياً. يعود هذا الأمر طبعاً أنه نحن ماجستير تخصصي بالقانون الدولي الإنساني، حضرنا بشكل جميل جداً، وبرأيي هذا هو الشيء المهم، يعني الخبرة اللي نحن استفدنا فيها، الفكرة، الوقوف أمام محكمة ولو افتراضية، الترافع، الهي وروح الفريق اللي كانت بيناتنا سواء أنا هدى أو أحمد، يعني كنا جداً سوا مع كل الضغوط اللي كانت سواء جوا المحكمة أو خارج التدريب. صحيح، ويمكن نحن كمان استضفنا عملنا حلقة خاصة عن الطلاب اللي فازوا من صح. كم سنة صح. كمان بال 2017 كان لنا حلقة خاصة معهم، فكان مميز جدا حتى الطرح اللي طرحوه. اليوم دكتور خلينا نحكي، بما أنه عم نحكي عن القضايا الإنسانية وسوريا هلا صار عندنا ماجستير متخصص بهذا الموضوع، يمكن قديش مهم يكون في توسع أكثر بهذا المجال، وخصوصا القضايا اللي عم نشوفها حاليا عم نحتاج دائما مين الملام القانون، مين اللي عم ينسأل على أي عقوبة بأي قضية إنسانية. هلا شفنا من فترة يمكن بجهودكم صدر طبعا قانون حقوق الطفل، وهلا ناطرين يصدر قانون العنف الأسري، فقد ايه مهم هذا الاختصاص يكون موجود، لأنه صرنا بحاجة ما سأله بعد الحرب. الحقيقة عم تحكي كلام دقيق جدا فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا، نحن خصوصا في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجزائي بعشر سنوات أو أكثر من الحرب اللي قضيناها ومرت علينا فيها كثير من الوقائع اللي تصلح لأن تكون محل دعاوى نطالب فيها بحقوقنا كسوريين. بالمناسبة ما بعرف اليوم هو كمان بيصدف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نحن بحاجة لحقوقنا للأسف. قدام المحاكم الدولية ارفعوا الحصار عن سوريا. أنا تمام، هذا اللي كنت أنا عم بكتب اليوم شيء لحتى بهاي المناسبة نقول أي يوم حقوق إنسان، هذا المصطلح الزائف اللي نحن عم نعاني فيه بظل ظروف اقتصادية صعبة جدا. صحيح. وبالعكس نتمسك بالحملة فيما يتعلق برفع الحصار، وبهذا اليوم من هذا المنبر من قناتكم نتوجه لكل المسؤولين كان أمميين أو في مجال حقوق الإنسان كحد أدنى النظر إلى سوريا ورفع العقوبات، باعتبار هذه العقوبات بالفعل هي تقع على المواطن السوري. الضحية الأولى هو الإنسان السوري، ومن حق صحيح. الإنسان السوري أن يعيش بكرامة مثله مثل أي إنسان آخر. وردت الاتفاقيات أو جاءت الاتفاقيات لتحميه، للأسف لما نجي لتطبيق الاتفاقيات ونجي على الأرض الواقع بنلاقي هذا الكلام كله حبر على ورق. نحن بحاجة بالفعل، بدي أرجع للماجستير. الماجستير لما انفتح الماجستير نحن أيضا كان بداية الماجستير بال 2017 بدأ أقلع بال 2018، كان الهدف منه إعداد كوادر داخل البلد قادرة على التعامل مع هذا النوع من القضايا والحقيقة الامتحان. أنا بعتبر هذا امتحان للماجستير أكثر ما هو امتحان لطلابنا بالمشاركة اللي شاركوا فيها، أنه فعلا قدرنا نعرف أنه مستوى الماجستير تبعنا هو بمستوى متقدم وقادر. يا المعلومة اللي يعني هو اختبار كنا عم نحكي أنا والدكتورة أمل، طبعا بوجه تحية الدكتورة أمل ياجي، هي كانت المشرفة من وزارة التعليم العالي ورافقتنا وكانت معنا طول الوقت بسلطنة عمان، وكان لها يعني بصمات في كمان إعداد الفريق وتوجيه الفريق، وبالمناسبة هي عضوة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأنا أيضا يعني إحنا عنا لجنة وطنية مغيبة للأسف إعلاميا، ولو أنه هي من أكثر اللجان الناشطة على الأرض في الجمهورية العربية السورية، هي اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة السيد نائب وزير الخارجية والمغتربين وعضوية عدد من الوزارات، اللي التعاون ضمن هذه اللجنة كان من مخرجاته المشاركة بهذه المسابقة. الماجستير هو بالفعل
قادر على أو قدر على أنه خلال السنوات الماضية أنه يعمل فريق من الخريجين التطبيق العملي والمعلومة تسخير المعلومة النظرية بإطار عملي. ونحن هذا اللي أنا يعني الشغلة اللي كتير مبسوط فيها بهاي المسابقة أنه بالفعل المعلومات اللي كنا عم نعطيها نظري لقيناها في خلال المحاكمات خلال المرافعات خلال الجلسات مستحضرة من قبل الطلاب. خليني أقول حتى ولو هاي كان طلابنا حتى مستوى أكثر من المحكمين أنفسهم في بعض الأحيان. يعني هذا شيء اللي دفع تماماً تماماً. ما نقول نحن عم نوصف واقع. نحن عم نوصف واقع بالفعل. كان كنا عم بعض النقاط كنا نحن اللي عم نوضحها للجنة الحكم اللي هي مغيبة لأنه في البعض منهم ما كان متخصص صراحة ويمكن هذا أثر على تقييم النتائج. خليني أقول بالنهاية بس ما هيك أخذنا المركز الأول صح؟ عمليا باعتراف الجميع باعتراف الجميع الأول باعتراف الجميع بغض النظر عن الترتيب اللي صدر بالنهاية وهذا منشور حتى على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ذكرت حضرتك نقطة حنبلش منها. خلال سنوات الحرب نحن كان في ضغط على جميع القطاعات وشفنا خلينا نقول كان في شلل تام للحركة السورية ضمن سنوات الحرب. بس ورغم هيك صرنا نشوف دائما في محاولات لإنجازات سورية. اليوم طلعتوا برسالة سورية على مستوى العالم. شو هي أهم الرسالة اللي حملتوها اليوم معكم؟ أكيد كل حدا كان في شيء براسه حابب يوصله. هلا نحن كنا عم نمثل بلدنا. هلا رغم كل الصعوبات اللي عم يعني تواجه الطلاب السوريين مع ذلك قدروا يكون عندهم حضور جدا لافت. هذا الشيء كان بشهادة الدكاترة ولجنة التحكيم واللجنة المنظمة. يعني نحن فعلا كنا كتير فخورين بالمستوى اللي سوريا وصلت له. يعني رغم كل الرفاهية الموجودة بالدول الثانية ما قدروا حتى يصلوا لنصف النهائي وقت نحن تأهلنا كأفضل 4 فرق يعني على مستوى الوطن العربي. حتى حكينا نحن أنه مو معقول نحن قدي يعني المستوى كان بسوريا متقدم بماجستير القانون الدولي الإنساني حتى أنه هنا نستغربوا أنه فعلا أنتم عندكم ماجستير متخصص بالقانون الدولي الإنساني. يعني هذا البرنامج مو موجود حتى بالوطن العربي غير بسوريا. للتنويه ولو للتنويه ماجستير القانون الدولي الإنساني في 3 منه بالعالم فقط متخصص. واحد منهم اللي هو موجود في سوريا. صحيح. وبحقيقة الأمر يعني مثل ما تفضلت هدى هذا ما له شيء جديد على سوريا. يعني سوريا بلد بابنيان بلد المشرع الأول تاريخيا. سوريا كانت دائما سواء كأطباء كمهندسين كأي مجال علمي نحن عنا دائما الحمد لله تفوق عنا حضور وهذا ما له شيء جديد نوعا ما على الطالب السوري يلي أنا بقدر أقول ولو ما بدي أحكي عن حالي عن أحمد عن هدى عن حتى شام اللي رفعت رأسنا من فترة قصيرة إنه دائما في عنده حضور مميز في عنده قدرة يتخطى أي شيء صعب يطرده. يمكن هذا هو السبب. دائما لما بيكون في وجع في ألم بيكون في حافز أكثر إنه نحن نعمل شيء ممكن يساهم بحل مشاكل طبعاً الناس أكيد. اللي عم تمر فيها وخصوصا عم نحكي عن القانون. يعني دولة من دون قانون ليست دولة وهذا الشيء اللي بدي أحكي عنه دكتور. اليوم شو كانت المحكمة اللي أو المشروع اللي قدموه ضمن المحكمة السورية؟ هلا قبل أنا بدي أحكي نقطة كمان متابعة للي حكاه آرام. كتير عم نسمع تشويش على التعليم في سوريا يعني والتعليم الجامعي تحديدا. يعني مجرد المشاركة والتميز بهذا المجال بيضحط كل هذا الكلام. نحن التعليم رغم كل سنوات الحرب ما زالت جامعاتنا مستمرة ما زالت مدارسنا مستمرة ما زال الإبداعات والاختراعات عم نشوف دائما السوريين عم يسجلوا اختراعات بهذا المجال. فهذا بيضحط كل ما يقال حول التعليم في سوريا. بالنسبة للقضية هي قضية مفترضة من عدة نقاط يعني متداخلة فيما بينها بتتعلق بارتكاب جرائم حرب في على إقليم وهمي مفترض بيتداخل مع جرائم ضد الإنسانية وجرائم تماما وجرائم ممكن تصنف على أنه هي نزاعات مسلحة دولية أو نزاعات مسلحة ذات طابع غير دولي أو اضطرابات داخلية. يعني كان هاي النقاط اللي
اللي بتميز فريق عن اخر كله تحاربنا فيه على فكره تماما كله رفع ذرائع علينا نحن فيها نحن احدى النقاط اللي اثرناها طبعا على الهامش وليس ضمن المحاكم والهي لما بقول ولو انه بيستخدم هذا الوسطى لما استبعدنا او ظلمنا بعدم حصولنا على المركز الاول نحن قلنا هاي القضايا كلها نحن معايشينها وعارفينها ومحللينها قانونيا فأنتم مثل ما قالت في جو بعض الدول اللي هن برفاه سواء كان دول الخليج أو غيرهم يعني كانوا برفاه وما قدروا يصلوا للتمييز بين بعض المصطلحات خليني أقول اللي هي بديهيات فبرجع بقول أنا بسجل هذا الإنجاز للجمهورية العربية السورية لوزارة أكيد. التعليم للجامعة الافتراضية السورية وللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي للإنسان نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق نحن فخورين فيكم اليوم ومثل ما ذكرت حضرتك الشيء اللي تقدم نحن مارقين فيه كان في تمكن بالقصة يعني تمام شكرا هدى لحضورك شكرا أرام دكتور سعد صباحك وهيك بانتظاركم ان شاء الله ان شاء الله جديد. انا بس بدي ارجع مش قلتي لي لا تنسى حدا لا تنسى حدا بدي اتشكر الجميع بدي اتشكر سيد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وان كان هو لانه صاحب القرار بالمشاركة عندما كان يرأس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني تشكر السيد وزير التعليم العالي تشكر الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية والشكر الكبير للجنود اللي هن مجهولين دكتورة أمل ياجي والدكتورة رنا خاروف اللي هي من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكن هي أيضا من طاقم مدرسي الماجستير اللي كان له دور كبير في التحضير للمسابقة والتسريع من إجراءات المشاركة في المسابقة أكيد. والشكر لكم الإعلام الوطني السوري على هذه التغطية شكرا أكيد. شكرا جزيلا. لكم دكتور وشكر للشباب والصبايا أملنا بالمستقبل دائما يكون في عنا دم جديد وعنا أفكار جديدة ودائما محاولات لحتى نجدد حتى بالقانون اللي الناس تتوقع أنه هو ما رح يتغير لا أكيد في شغلات رح تتغير ضمن المناسب أكيد شكرا لكم شكرا لكم شكرا جزيلا يعطيكم العافية أما نحن سلمى مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم وخلونا نروح لفاصل نكون بفقرتنا الأخيرة فقرتنا لليوم عن التسميات الجغرافية للمحافظات السورية ونرحب سوا بالمهندسة رانيا شمسين ماجستير بالعلوم السكانية اخترنا اليوم معك التسميات الجغرافية ورح نبلش من حمص تمام أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك صباح الخير صباح الأنوار أهلا وسهلا يعني هي كذا لقب يعني أهم لقب الناس بتعرفها فيه بتقول أم الفقير مدينة خالد بن الوليد حجارة السود خلينا هيك من خلال وجودك لليوم نتعرف أكثر على ألقاب مدينة حمص مدينة حمص اللقب الشهير لها هي مدينة ابن الوليد لأنها تضم رفات القائد خالد بن الوليد أيضا اللقب الآخر يلي ذكرتي حضرتك هي أم الحجارة السوداء وهذا اللقب بسبب غلبة الحجارة السوداء البازلتية على مبانيها وورد الاسم على لسان الشاعر الحمصي المغترب نصيب عريضة الذي توفي عام 1946 ضمن قصيدة جميلة جدا فيها الحنين إلى الوطن ويتغزل بالمدينة ومشي اللقب على مدينة حمص هلا أيضا ممكن أقول بين العامة هي تلقب حمص العادية يقال أنه هالاسم أصله العادية وهي تعني الأرض الطيبة الخيرة أو العادية يلي هي يعني تحمل معاني الشجاعة مقاومة العدو البسالة وإلى ما هنالك مدينة حمص تنفرد أيضا من بين المدن السورية بموقعها المتوسط مثل ما هو معروف ومحافظة حمص ككل هي من أكبر المحافظات السورية مساحة 42200 كيلومتر مربع وهي تشغل حوالي 23% من مساحة سوريا بهالمساحة وحكما هالتوسع ممكن يعطي تنوع وغنى بالتسميات الجغرافية صحيح ولهيك خلينا نبلش نحكي عن المدن والقرى أيضا اللي بتختلف تسمياتها بين المدن اللي إلها علاقة في تسميات بالنباتات في تسميات بالمياه بالجبال بكل شيء موجود ضمن الطبيعة المتميزة بمدينة تمام حمص. هلا مثل أي مكان الماء هو عصب الحياة لهيك ما هو شيء مستغرب ورود كثير من التسميات المرتبطة بالمياه ممكن نذكر الأشهر يلي هي أشهر سياحيا عيون الوادي طبعا الاسم بيدل على المعنى هي تقع البلدة يلي لها مواصفات سياحية حلوة في وادي محاط في تلال غنية بالينابيع
ايضا عندنا تسميه السخنه، اذا هي ننتقل نحن على الريف الشرقي للمحافظه. السخنه، مدينه السخنه هي بجوارها نبع كبريتي ساخن واليه ينسب التسميه. بجوارها على بعد حوالي 35 كيلومتر الطيبه، بلده هي تشتهر بطيب مياهها مقارنه بالمياه الكبريتيه الموجوده بالمحافظه، وهون اجت تسميتها الطيبه. ايضا بسهل عكار بيحضرني بلده تسمى الجعفريات، هي تقع على ارض منبسطه يتخللها الجداول والسواقي، ومن هون اجت التسميه انه جعفر هي الارض او هي الجدول او النهر خاصه في فصل الشتاء. ايضا بلده الناعوره يلي هي سميت نسبه الى ناعوره قديمه على احد روافد نهر الكبير الجنوبي. هلا بالنسبه للنباتات كمان شيء طبيعي، أنا دائماً بقول يمكن ما في نبات أو شجر إلا وبمقابله في قرية أو أكثر تحمل نفس الاسم. بمحافظة حمص عندنا مثلاً الزعفرانة الدردارية، وهي أخذت شهرتها بسبب أشجار الدردار الموجودة بكثرة في أراضيها. أيضاً السماقيات، عندنا زويتينة وهي يعني يدل اسمها أنها هي تصغير زيتونة، والمنطقة تشتهر بأشجار الزيتون. وممكن نحكي أيضاً عن تسمية عين التينة يعني هي مرتبطة بالمياه وأيضا بالنباتات بسبب وفرة كروم التين فيها. خلينا نحكي هيك شوي عن التسميات المكررة بالمحافظة. بنسمع كتير بأم حارتين، هي مكررة 5 مرات. تمام. هلأ تكرار التسميات في سوريا هو أمر مألوف، وغالبا يطلق على الأماكن يلي بتحمل نفس الاسم صفة أو أي شيء تاني بدل على تكرار الاسم. وغالبا وقت بيكون القرى قريبة أو بنفس المحافظة بيكون اللقب هو له علاقة بالاتجاهات، شمالي جنوبي إبلي فوقاني تحتاني. أم حارتين مكررة 5 مرات بحمص، ويوجد أيضا قريتين في باقي أرجاء سوريا بهالاسم. من الأسماء المكررة أم جامع، أيضا من الأسماء أبو حكفة، وهون عنا أبو حكفة شمالي وجنوبي. وهون التسمية أجت من قبائل الحكفاويين الذين سكنوها مؤخرا. وهون بحب شير أنه في كتير تسميات بحمص وبسائر المناطق، في مناطق صرنا نسمع فيها خلال الأسماء سلمى، يعني كان بحمص أو كان بباقي المحافظات السورية. تماما. استغرب أنه هاي المنطقة وين بيقولون مثلا بحمص أنه ماني سمعان. طب الشام كمان شوي غريبة يعني، لكن أصبحنا نعرف قرى أكثر بتسمياتها. وهون بحب أذكر أنه في تسميات مثل ما ذكرت إلا مدلول بشري اجتماعي اللي هو مرتبط بأشخاص أو جماعات أو قبائل سكنوا المكان، مثل صحيح. أبو حكفة، مثل ممكن البهلونية أيضا نحن بنشوفها، هي تقع على سفح جبل محمد البهلون وإليه تنسب. الثابتية هي أيضا تنسب إلى اسم بانيها الأول. وبحب أذكر هون أيضا على تكرار التسميات، عين التينة هي على مستوى سوريا أكثر من مرة، صحيح. حتى موجودة باللادقية بالقنيطرة بريف دمشق بلبنان. شمسين بحب أذكر هاي البلدة اللي نحن بنشوفها على طريق السفر طريق الدولي بين دمشق وحمص، قبل حمص بحوالي 10 كيلومتر. هي موجودة بحمص وموجودة أيضا بلدة بنفس الاسم بمحافظة طرطوس. وبحيرة قطينة الشهيرة بالمحافظة بالكتب الجغرافيين القدماء هي تسمى أيضا بحيرة شمسين، واكيد نحن بلبنان حتى وادي شمسين الاسم مكرر في اكثر من مكان. صحيح. كمان خلينا نحكي قديش يمكن هي التسميات او الاماكن مثل ما حكيتي اخذت مو بس من الطبيعه، اخذت من طبيعه الناس اللي مرقوا عليهم لهالضيع، وقديه هي كمان يمكن لها طابع انساني واجتماعي مؤثر ببعض العائلات احيانا. تماما. هلا هون كمان بحب اشير انه يعني في تسميات آرامية، وهذا الشيء آرامية وسريانية بالمحافظة، فالمناطق كثير من المحافظة هي موغلة بالقدم. شين يلي هي تتمتع بمواصفات سياحية، هي أصلها سرياني وتعني سلام. ربلة كمان أصلها سرياني رابولي وتعني العطاء. بحب شير لمثلا مرمريتا، هي مرمرتا ويعني قديسة القديسين. ممكن أيضا كفر لها كمثال، وكفر نحن مثل ما بنعرف هي باللغة الآرامية تعني قرية أو مزرعة، وهالاسم مكرر بكل صح. مناطق حتى بلبنان حتى بفلسطين. كفر لها هي تعني قرية الإله. كمان ممكن أنا بحب أذكر مثال له علاقة بمدلولات عمرانية مرتبطة
يعني بشكل التجمع البشري بالبناء والعمران هي القريتين. القريتين اسمها بيدل عليها من تألف مركزين بشريين. والحقيقة الاسم السابق القديم هي كان نزالة وتعني باللغات القديمة مكان نزول البدو، ولكن أصبحت غلب عليها اسم القريتين لأنها أصبحت من تجمع نزالة وبلدة تانية هي حصر عينان. هلأ نحن بنعرف أنه بكل منطقة وبكل توزع جغرافي بيقول لك هاي المنطقة بتتميز إن كان بشعبها إن كان بأكلاتها الطيبة بمناخها. اليوم حمص بشو بيميزها؟ حمص بيميزها هو التنوع، ولا سيما بين تنوع التسميات، ولا سيما بين خلينا نقول الريف الشرقي والريف الغربي. قد يكون الريف الغربي هي يعني نهاية سلسلة جبال اللادئية، هون بنلاقي تسميات آرامية وسريانية قد يكون أكثر من الريف الشرقي اللي صفت تسمياته مرتبطة بطبيعة البيئة المكان كونه يغلب عليها البادية. بادية الشام هي جزء من الريف. حمص تتميز بجمال التسميات وتنوعها نتيجة الامتداد الجغرافي لإلها. أكيد. يعني اليوم كنا سعيدين بهي المحطة، محطة قصيرة، ولكن شوي شوي يمكن كل مرة ممكن نحكي عن منطقة من مناطقنا وجغرافيا السورية ممتدة ومدنة عنا قصص كتير تنحكى عنا. شكرا كتير لوجودك. شكرا لاستقبالكم. شكرا لوجودك وصباحك حلو على طول. أكيد تحياتنا لكل أهالينا بمدينة حمص ولكل المحافظات السورية. أما نحن سلمى خلص وقت صباحنا غير لليوم. بدي لك أعطيك ألف عافية سلمى، وبدي أتشكر الفريق الفني اللي رافقنا بالكم، كنترول مخرجنا جعفر، يسعد صباحك، والمعدة حلا، يسعد اوقاتك يا حلا، ولكل الفريق الفني الموجود بالكنترول. تمنياتي لكم ولأن بنهار بيحمل معه البحبوحة والرزق الكريمة والانفراجات على كافة الأصعدة. كونوا بخير، باي باي. أكيد تضلي بخير رشا، وأكيد لكل مشاهدينا يلي كانوا معنا. وبهالأيام وبهالبردات بتكتر طبعا النداءات، دائما بنقول خلينا نكون مع بعض، خلي إيدينا بإيدين بعض. ممكن نقدم كتير شغلات بسيطة، ممكن واحد يقدم قطع منه من خلال ملابس لحتى يدفي غيره أو يساعده على الطريق بأزمة المواصلات. تضلوا بألف خير، باي باي.